السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائي طلبة في محاضرة جديدة، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن حالات الفعل. هنا ما راح نتحدث على أنواع الفعل وهذه التفاصيل، ولكن يعني حالات الفعل، يعني أشكال الفعل شلون تصير باللغة الإنجليزية. فيعني الفعل بشكل عام اللغة الإنجليزية أولا ممكن يكون مودل اللي هي الأفعال الناقصة الكود والود، زين يعني، واللي يجي وراها فعل مجرد، زين يعني، خلي هالمعلومة ببالك. تعرفين المودل هو يعني صيغة من صيغ الفعل، ويجي وراها الانفاينايت، ويجي وراها الانفاينايت. يعني شنو معنى انفاينايت؟ بمعنى فعل مجرد، هي ود بزت ورا الفعل الناقص يجي الفعل مجرد. ثاني صيغة هي صيغة التام، هي التصريف الثالث للفعل، واللي تجيني في حالة لما يكون عندي الهاف وجماعتها قبل الفعل. يعني مثلا عندك هاد وراها تصريف ثالث للفعل، او يكون عندي الهاف وتصريف ثالث للفعل او الهاز، اذا هاي هي صيغه التام لما تكون عندي بها فعل مساعد اللي هو حصرا من جماعه البي، عفوا من جماعه الهاف والهاز والهاد وراها تصريف ثالث. اذا ثاني صيغ من صيغ الفعل انه يكون الفعل عندي تصريف ثالث اللي هو الايدي، ويكون مثل ما قلنا بيو جماعته. الحالة الأخرى للفعل هي البروجريسيف اللي هي حالة الاستمرارية. مرات أنا عندي الفعل يجيني بحالة الاستمرارية، وبهاي الحالة لما يكون عندي أفعال الكينونة ووراها فعل تصريف فعل بي اي ان جي، يعني الاز والار والام والواز والوير والبي، لأن البي جماعتهم كلهم، اللي هي حالة الاستمرارية. إذا حالة ثالثة من حالات الفعل اللي هي الاستمرارية. كذلك عندي حالة التام، عفوا المبني للمجهول، الفعل لما يكون عندي صيغة المبني للمجهول اللي يكون بعد الإز والآر والآم والواز والوير ويتبع بعده بإيدي تصريف ثالث للفعل. إذن هنا البروجراسيف والباسيف تقريبا متشابهات، يعني الواز ممكن يجيني وراء فعل بي اي ان جي، وممكن يجيني وراء فعل بإيدي، والتمييز بيناتهم من خلال تركيب الجملة، من خلال موقف الجملة، أعرفه من خلال هو مبني للمجهول أو أنه صيغة استمرارية، من خلال الدلالات بعض الأحيان الناء وإلى آخره. فهذا هو المقصود بهذا الموضوع اللي هنا حالات. وأنا أشوف يقول لك شوف التركيب، يعني مثلا نجي على هذا البي، شنو الحالة مالته؟ حالة مالته قايل لك رقم واحد اللي هي حالة المودل. مثلا ينتيك الاي ان جي ويقول لك يا حالة، أنت تقول له حالة شنو الاستمرارية بروجريسيف. أو مثلا الفيزيتد تقول له perfective اللي هي حالة التام، نفس الحالة بقية الأشياء اللي أخرى، زين عيني. فأنت يعني مثل ما ذكرت لك احتمال بالامتحان، يعني تجيك فراغات أو تجيك فد شيء، يعني مثلا يقول لك تنطيك جملة ويقول لك هاي يا حالة للفعل، تقول له استمرارية تام مبني مجهول مودو وإلى آخره، زين يعني. موضوع بسيط وما بشيء جدا سهل، يعني بس اقرا وركز، ولا تنسى تشترك بالقناة وتشارك هذه الروابط ان شاء الله الفيديوهات لزملائكم.